ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ مش انت لسه عماله تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركة زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانت تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بت، انت انا مش ناقصه تفاهه وهيافه، هاتي المجله بدل ما اخليك انت قطعه. لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكت لك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشي. لا 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 يا ابني، ايه ده؟ انت كمان هتزعلي. ايه 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 تنسيخ يا اخي، عيب. لا ولا بس هو ما الخير. انتوا مين بقى؟ لا مؤاخذه الله، بندق زكا بندق. انت فين يا مؤاخذه؟ بالك بندق زكا. اهلا العم ذهب. اهلا اهلا العم ذهب حبيبي. زكا بندق وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله، سنين ما شفتكش من يوم مكة الله يرحمه مؤاخذه ما مات. عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفه، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد مكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح. يبقى انت بقى اكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك، انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عمو فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تاميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. لا حلو. يلا بنات عشان احنا ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلماته متقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا بنات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مغز؟ لغز لغز. الحياه كلها الغاز والذهب. ما انت عارف البنت دي اصلا شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعه جدها. ما شاء الله. يا ولد لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى، انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول، لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نيت نيت امشي. سلام يا بود. مع السلامه يا بود. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح، اقفل انت بقى وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا وده مخيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي، ما قدرتش. اه بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه، وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليه نظف البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعد صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح، سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد جدك الفلوس، وكل ما ده بيجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه. لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف. الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجري دغري على طول. تستاذني؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟
ادخل. ضحى وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضاحي. مؤاخذة. ايه في حاجة تاني؟ لا بس انا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ورا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بطمن. خير يا مالك؟ انا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ انت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو اعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عيني. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم؟ اه. نيلي وشريهان؟ ايوه. وهيعملوا الفوازير السنة دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان أحفاد متكاوي. متكاوي مين؟ ما أنت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكاية. أوامرك يا مالك. متكاوي ده كان صاحبي وشريكي. وفي الآخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. أمال موضوعنا إيه؟ موضوعنا إن متكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. وطبعًا فلوسي في وسطيهم. ولما مات الفلوس اختفت محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدأ يدور بطريقته. وظهور نيلي وشريهان أحفاده دول معناها إنهم لقوا سكة على الفلوس دي. فهمتك. يعني أنت عايزني أخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك. ولما تخلص عليهم أنا هستفيد إيه؟ صحيح. أنا عايزك تحط عينك عليهم تراقبهم الـ 24 ساعة، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا إيه ويشربوا إيه، وكل معلومة تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا. بس الأول أتفق على عرقي. سامعك قول. عملية زي دي ما خدش فيها أقل من 100,000 آيف. لم لعب الأطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 آيف. والله ما لقيت أهيف منك. اخر كلام 50,000 آية. 50 ليه؟ وانا مأجر جيمس بوند. لا مأجر ضاحي. وسعادتك عارف مين هو ضاحي. ما انا عشان عارف مين هو ضاحي مفيش اكتر من 5,000 جنيه. قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5,000 جنيه دول معاك يا مالك. ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4,000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3,000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هم خمسه. قلت ايه؟ خمسة خمسة. مش هكسر كلمتك يا مالك. بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب ما مؤاخذة يعني انت تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف توصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي كله لا لا. امال رايح تعمل ايه؟ صحيح فاتتني دي. وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواكي مفيش غيرهم. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي على اتفقنا، تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيه لحد. انا اصلا ايه ده؟ ايه يا عم احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه؟ يا عم صاحبك ايه ما اعرفش عنده ايه؟ انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه ادب قوي على فكره. خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي. يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه. ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم. يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك يعني. بقول لك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب. العربيه انا متشكر قوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي. يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده؟ فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه.